ولكن النادي الاهلي استحق 3 نقاط واستحق ان يكون او يعتلي قمه الدوري الممتاز. تمام زي ما انت بتقول كده، استحق 3 نقاط، ولكن عشان تكسب لازم تتعب، لازم تتعب جوه المباراه، لان لما بتقابل نوعيه من فريق وادي دجله بهذا الشكل الجديد علينا والسرعات اللي موجوده داخل اللاعبين، فده بالنسبه لك بيحرجك انك انت عمليا ما تبقاش سهله. انت النهارده لازم يكون خطوطك متقاربه، لازم كل اللعيبه بتاعتك تبقى مركزه كويس قوي. لعيبتك في اول هاف تايم كانت تقدر تخلص المهمه بشكل جيد، انما فتك الفيتنس كله بشكل سرعات وادي دجله اخروا فوز النادي الاهلي، والحقيقه كل الناس كانت مركزه في وادي دجله. عشان كده انا بقول لك ان النادي الاهلي لما هيقابل في الفتره الجايه هيقابل شكل اجريسيف، يعني هتلاقي كل الناس طمعانه فيه، عايزه تكسبه، عايزه تعمل معاه نتيجه ايجابيه. ف زي ما انت اتفضلت وقلت على التغييرات اللي عملها فايلر، عمل شكل جديد، روح جديده في الملعب، عرف امتى اللعيب اللي هو ادى كل اللي عنده وادى يخرج ويدخل ويعمل، حتى الشكل بتاع المخرج وهو بيجيب لنا وليد ازارو بعد ما جاب الهدف، فالراجل بيقول له انت في الفريم ده هتقف هنا، هتبقى في المنطقه دي عامل خطوره. النادي الاهلي انا ببارك له، وفوز مهم جدا النهارده، 3 نقاط مهمه جدا. احب ان احنا نكون اهو يعني نفس الشكل، اهو زي ما بيقول له في نفس الشكل ده. فزي ما انت قلت ترجم الحكايه، الحكايه كلها مترجمه متعاونه مع بعض، تيم ورك، بيتعامل في الملعب، لعيبه بتحس بخطوره الموقف اثناء المباراه، بيطلعوا كل اللي عندهم، لعيبه متحرره زي ما احنا اتفقنا في اول المباراه، من اول وليد سليمان وجاي في اول تايم لغايه كل التغييرات اللي حصلت، اللعيبه على مستوى واحد. الكره دي اللي دخلت الجون جت لحسين الشحات في اول هاف تايم لو نفتكر، برضو حط في دماغه تفكيرين ما فكرش نفس التفكير الجاي. هناخد الاجوان كلها ونشرحها واحده واحده يا كابتن اسامه. النهارده شكل واداء النادي الاهلي